الشوط 21 ينطلق بحفظ الله ورعايته والمقدمة والصدارة مباشرة صاحبة المركز الأول والمتصدرة لهذه الجموع. أرى شعار محمد بن راشد المري على ظهر وصايف، وصايف تحتل المركز الأول وتتصدر هذه الأسماء، ولكن التسلل من قبل الكايدة محمد بن بخيت بن قريع المري يتسلل إلى المركز الأول مع الكايدة والمركز الثالث. المركز الثالث عنيدة سالم بن دخيل بن سالم الجربوعي، والمركز الرابع الله الله يصل شعار يا أهالي بشاير، هناك قادم شعار الحريري مع مزاحة محمد بن سعيد الحريري، تتسلل مزاحة إلى المقدمة وإلى الصدارة، والمزاحات ثقيلة يا الحريري، الكل شاد حيلة يا الحريري. المركز الثاني بنت نجد أو الذيبة للسيد خليفة بن خليفة العطية، تتسلل الذيبة وتنتقل إلى المركز الأول، والعصاقوس لم تصدر عليها تعليمات ولا أوامر. المركز الثاني شعار بن دخيل قادم مع عنيدة معاندة سالم بن دخيل بن سالم الجربوعي، والمركز الثالث مزاحة محمد بن سعيد الحريري، ودخول قوي جدا من قبل جمايل حسن بن راشد النعيمي، وأيضا تسلل من قبل كتارة علي بن سعيد بن ملهية، هي تسلل مع كتارة والمركز الرابع الله 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 الله. شوط قوي جدا، انطلاقة الشاهينية حمد بن راشد الزعبي يصل مع الشاهينية، لكن عودتنا إلى الذيبة تنتزع هذا الشوط بدون أوامر ولا تعليمات، انتزعت هذا المركز، فازت بالصدارة. سلام عليك يا مالك الذيبة خليفة بن خليفة العطية المركز الثاني. إذن التوقيت الزمني 2:12.